بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. احنا اتولدنا وتربينا وكبرنا في مجتمع ناس بيقولوا عليه محافظ وناس تانية مش عاجبهم طريقة المحافظة دي وشايفينها ان هي يعني مفوتة شوية. وعشان تبقى شخص محافظ من وجهة نظرهم لازم تبقى محكم الغلق، مفيش يعني فتحات تهوية حتى. والحقيقة احنا عشنا بتحكمنا مجموعة من القوانين، في منها قوانين رباني زي الحلال والحرام اللي تقريبا معظم الناس في مجتمعنا حاولوا يتمسكوا بالخطوط العريضة اللي فيها ويعيشوا بيها، وفي قوانين بشرية تحت مسمى العيب واللي ما يصحش، ودي بقى الناس زرعوها في قناعاتهم من شوية تقاليد على شوية خبرات على كلام الناس اللي ما بيعجبهمش العجب ولا يمكن ترضيهم أبدا. من الحاجات مثلا اللي عشنا طول عمرنا بننظر ليها نظرة العيب واللي ما يصحش واللي مش ولا بد، لو في مثلا واحدة اتجوزت أكتر من مرة أو واحد اتجوز أكتر من مرة، صحيح هيقول لك هو أو هي ما عملوش حاجة حرام، إنما مش هيسلموا من انتقاد المجتمع ليهم بأنه مثلا فلان ده مزواج وفلانة دي بتتجوز كتير كده ليه، ولو كبرت في السن شوية يستعيبوا الجرم في نظر المجتمع اللي هي عملته، وهي إنها يا دي العيبة هتتجوز في السن ده إزاي، ويا سلام لو اتجوزت مثلا واحد أصغر منها تبقى فضيحة في نظر ولادها مبدئيا، ويبقوا عاوزين يستخبوا من الناس من عملة أمهم، وممكن تسمع كلام من حتى أقرب الناس ليها يطعنها في أخلاقها وفي شرفها ويجرح كرامتها، واللي هي بالمناسبة ممكن تكون بتتجوز عشان تحافظ عليها، وممكن تكون بجوازها ده أقرب من ناس تانية كتير لربنا سبحانه وتعالى، وبجوازها ده بتعف نفسها وبتحمي روحها. لكن مين يتفهم ده؟ الحقيقة القادر على فهم طبيعة البشر هو من شرع وأباح لهم أن يتزوجوا مهما بلغ سنهم، وهو العالم ببواطن الأمور وبأحاسيس الناس الداخلية اللي ممكن يخجلوا يطلعوا عليها أي حد مهما كانت درجة قربه ليهم. هو ربنا أعلم بالبشر وبدواخلهم وبنواقصهم وباحتياجاتهم، وبالتالي جعل ليهم مخرج شرعي في كل حالاتهم. إحنا بقى منصبين نفسنا حكام على تصرفات البشر، يعني مش فاهمة ليه وإحنا كلنا فينا العبر اللي قد نحتاج في يوم ما لمخرج من هذه المخارج اللي طالما انتقدناها وهي مباحة وحلال ولا شيء فيها على الإطلاق تبع للقانون الرباني. وتلاقي مثلا هناك من يتقبل فكرة أنه يقيم رجل علاقة في الحرام أكتر ما يتقبل فكرة جوازه مرة تانية، ويقولك أصل معلش دي نزوة هتعدي، إنما الجواز ده بقى ارتباط وهينتج عنه عيال وهيعمل مشاكل. وبرضو للأسف يخرج بعض دعاة الحرية المنقوصة بيشجبوا الزواج التاني في حياة الرجل بينما لا يستوقفهم دخوله في علاقة حرام مثلا. فللأسف مقاييس العيب عندنا أحيانا ممكن تتعارض مع مقاييس الحرام. أنا قريت حكاية إحدى الصحابيات اللي تزوجت أكتر من مرة، واللي طلبها للزواج الحقيقة خيرة صحابة المسلمين وأقربهم للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. للوهلة الأولى وأنا بقرأ قصتها، يعني للوهلة الأولى كده وأنا بقرأ حصل في دماغي زي اللي أنا بحكيه لكم ده، استغربت الناس دي وقلت إيه ده، هما بيتجوزوا كتير يعني كتير كده ليه، وإيه الست اللي بتتجوز كل ما واحد يموت تتجوز دي، وإزاي تتجوز واحدة أصغر منها وبتاع. وبعدين وقفت واقفة كده مع نفسي قلت هو أنا اللي دماغي على فكرة متركبة شمال، العيب فينا إحنا مش العيب فيهم، هما ناس طبيعيين وما عندهمش عقد وكلاكيع الدنيا اللي احنا محملين نفسنا بيها، هما بيعملوا اللي يتماشى مع طبيعة البشر النفسية والفسيولوجية والبيولوجية، احنا اللي عندنا كبت وبنتكسف من حاجات ما تكسفش اصلا، وممكن ناس تعملها في السر مع انها قمة الحلال وقمة التوائم مع الطبيعة. احنا هنحكي قصة سيدة عاتكة بنت زيد، اسمها صعب شوية. هي اتجوزت مين بقى؟ اتجوزت عبد الله بن ابي بكر وعمر بن الخطاب والزبير بن العوام والحسين بن علي بن أبي طالب حفيد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وسميت بزوجة الشهداء. يعني قصتها قد يستغربها البعض، لكن هنعرف إيه الدروس المستفادة منها من فضيلة الشيخ أشرف الفيل اللي هيحكيها لنا إن شاء الله بالتفصيل، وحضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوا أي سؤال بس بعد فاصل قصير.